طيب بكرة إن شاء الله القمة 121 بين الأهلي والزمالك، كلام كتير ومش وحاجات، وإن الأهلي بينقصوا فلان وفلان والشناوي، والزمالك بينقصوا مش عارف إيه، والحكام الأجانب اللي هو المولد الحبشتكنات دي اللي هي بتصاحب أي قمة. وأنا الحقيقة مسألة قمة دي بقت أشك فيها. ليه بقى؟ لأن الحقيقة أنا بشوف ماتشات أهم بكتير جدا. لما الناس بدأت تشوف الدوري الإنجليزي والأسباني، يعني الحقيقة إحنا بنشوف مباراة، إنما شوية الحبشتكنات وبعض الإعلام الرياضي اللي مصر إنها تبقى فتنة والقب ومش عارف وإيه وهيعملوا والحكام الأجانب، بيسقط الهيبة لكل ما هو جميل في هذه البلد، إسقاط الهيبة. إنما أنا مختلف شوية مع اتحاد الكرة، بس أنا موافق تماما على إن الحكام يبقوا مصريين، لأن عيب قوي إن أنت تكون قوتك كل العاجة عندك أنت اللي ما تصدره من الدولة المصرية للخارج هو الأفراد، هو القوة البشرية في الطب وفي الهندسة وفي الإعلام وفي السينما وفي كل شيء. لما تيجي أنت تقول لا أنا الحكام عندي مش كده، أنت تهين القوة الناعمة المصرية. على التليفون معايا كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الكابتن ماهر همام. كل سنة وأنت طيب يا كابتن. صلاة طيبة السيد والسادة المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. بكرة بيقولوا القمة 121، طبعا توقعاتك ايه؟ وهل غيابات الاهلي مؤثره، خاصه في ان الناس يقول لك ان حارس المرمى هو نصف الفريق وان الشناوي، وان انت توقعاتك ايه لشكل المباراه والمباراه يا كابتن ماهر؟ هو طول عمرنا في السيد ان قمه الاهلي والزمالك حدش يقدر يتنبا بيها الا داخل الملعب. لكن قبل كده بيبقى في تنبؤات بقى، ان الاهلي عنده لعيبه مصابه وعنده نواقص وعنده حارس المرمى الشناوي مش موجود وعلي لطفي هو البديل. ممكن علي لطفي ده يطلع هو نجم المباراه اللي الناس قلقانه منه بهذا الشكل. فانا عايز اقول لحضرتك ان قمه الاهلي والزمالك محدش يقدر يتنبا بيها الا داخل الملعب. بعد ربع ساعه من بدايه المباراه تقدر تقول مين ممكن يكسب. ابيض او احمر بتبان، بوادر المباراه بتبان من خلال شروط او بنود مهمه جدا في التنظيم داخل الملعب. منها حته الروح القتاليه العاليه، اللي عنده روح قتاليه عاليه هيقدر يسيطر على المباراه بشكل كبير. اللي هيستغل الفرص اللي هتجيله في المباراه يقدر يتفوق من خلال تسجيله لهذه الفرص. الفرقه اللي هيبقى خطوطها قريبه من بعض هيبقى ليها السيطرة على. طيب يا كابتن السنة. كابتن ماهر، في الإحصائيات بتقول لك إن الفريقين لعبوا 16 مباراة من قبل كده في شهر رمضان. النادي الأهلي كان التفوق ليه فاز 8 مرات، والزمالك 3 مرات، والتعادل 4 مرات. هل يعني ده أنت عارف الإحصائيات بقى أحيانا بتقول لنا الناس بتقعد تحلل، أنت إيه رأيك في الإحصائيات دي؟ يعني بعض الشيء الاحصائيات بالعلم الحديث وعلم الكوره الحديث بدات تخش بشكل كبير جدا في طريقه اللعب واستراتيجيه المباراه والخطط التكتيكيه والتشكيله اللي ممكن كل مدرب يلعب بيها من خلالها. لكن زي ما قلت لحضرتك الدوافع بقى لكل فريق، الدوافع نادي الزمالك يهمه انه يكسب المباراه لاجل ان هو خرج من البطوله الافريقيه، فالنهارده عايز يصالح جمهوره، عايز يصالح لعيبته، عايز يصالح جهازه الفني انه يكسب لقاء الاهلي ويبدا يتصدر جدول الدوري العام. النادي الاهلي بعد طبعا وجوده في افريقيا يهمه جدا ان هو يكسب مباراه القمه، مباراه الزمالك، عشان ياكد بطل لجمهوره وجهازه الفني واللاعبين ان هم قادرين على مكسب نادي الزمالك. لكن عايز اقول لحضرتك ان نادي الزمالك بقى له مباراتين في افريقيا اداء مميز. يمكن النادي الاهلي بيمر بظروف اصابات زي ما حضرتك قلت، والغيابات اللي موجوده في بعض الخطوط ممكن تاثر عليه تكتيكيا، ممكن تاثر عليه تكتيكيا في هذه المباراه. طيب بالنسبه للحكام اخيرا يا فندم، الحكام انا مع حضرتك، الحكام المصريين رقم واحد، الله يكرمك. الحكام المصريين بيلعبوا مباريات
قمه طبعا، واقوى من مباراه قمه الاهلي والزمالك، وعندنا الفار كمان، يعني عندنا الفار بقى مساعد جدا، والفار بالظبط هيساعد بشكل كبير جدا. فانا مع الحكم المصري، وان شاء الله باذن الله يكون حكامنا نجوم هذه المباراه باذن الله في قمه 121. اشكرك شكرا جزيلا كابتن مصري كابتن ماهر همام. طيب معانا كمان الاستاذ جمال السيد خبير الارصاد الجويه، اهلا وسهلا بك معانا على كرسي The Voice Egypt. حقق حلمك، صوتك حلو، بتعرف تغني، بتعرف تقلد كاركتر ممثل أو مطرب مشهور. برنامج The Voice Egypt بيقدم لك فرصة ذهبية. دلوقتي تقدر تشارك معنا في برنامج The Voice Egypt. للمشاركة لجميع الأعمار كلمونا على 011-041-60-317. The Voice Egypt، انت النجم.